طيب هلا محاضرتنا اليوم هي تشابتر تشابتر 3 عن النمبر 3 عن النمبر 3 كان كنا اخذنا ست ثيوري قبل هيك هلا ناخذ النمبرز نتعامل مع النمبرز وبنفس الطريقه اللي درسنا فيها ست ثيوري لما ندرس النمبر 3 بمعنى انه مش بس ناخذ نظرية الأعداد خصائص الأعداد بدنا نتعلم فروق بقى زي ما تعلمنا بالسجن هلا هنوقف في هذه الوحدة زي ما حكيت خصائص الأعداد هنتعلم كيف نعمل ظروف وديس ظروف للجمل الرياضية زي مثلا مضروب عددين أو خلينا نقول مضروب عددين أو مجموع عددين زوجيات هو فردي واحد فجكل شو يعني جمل رياضية من نمبر ثيوري بعطيكم أمثلة مضروب عددين مجموع عددين زوجيات هو فردي. نثبت أو صحة أو خطأ. مجموع عددين زوجيات هو زوجي. مضروب عددين فرديات بيطلع فردي. وهذا ما جرى من هان شفتوا كيف بعطي خصائص للأعداد. لاحظين؟ هلا هاي في عندي تعرفوا الفلور لو عندي هاي مثلا لو عندي بكرر شايفين تعرفوا الاشاره اللي هي ها 2.3 تطلع 2 12.9 الناقص 1.5 ناقص 2 صح؟ كررتها اللي اقل منها هلا لو عندي اني ريال نمبر اكس واكس ناقص اني ريال نمبر اكس عندي لو قلت انا اكس ناقص اي واحد بيطلع ايش؟ بيطلع الاكس اللي هو نفسه الفلور تبع الاكس مظبوط؟ صح ولا غلط؟ غلط ها؟ شو بتقولوا؟ بسرعه صح زين؟ جرب على الدراسه بس هيك عشان تتاكد انه نحن صح يلا ليه؟ جربي 4.5 ناقص 1 بيساوي فلور الاكس ناقص فلور الواي خطأ هاي صح؟ خطأ لا صح لأنه أنت تحكي ريل نمبر يجوز يكون عندك نص ما بزبطش الفلور تبع النص مثلا خلي الاكس 3 والواي نص الفلور تبع النص 0 والفلور تبع الاكس 3 مظبوط هاي خطأ
من هذا القبيل بدنا نصير نفحص ونثبت ليه؟ هلا اللي بدنا المفاهيم اللي بدنا نركز عليها مش مهم عندي هذا السب طب اسمه او تعود على انماط الحل الرياضي بهاي انه في بعد فلسفي لهذه الوحده تحديدا الدقه في التفكير والكون لما بنحكي رياضيات او برمجه لو قلنا انك انت بدك تعمل برنامج ل مثلا شيء بالطيارات او بالاجهزه الطبيه تخيل انك انت افترضت هيك دو البرنامج كان عندك شغله وافترضت انه هو هاي تطلع مثلا الفلور تبع اكس ناقص واي بيساوي الفلور لو افترضت انها هاي صح ورحت برمجت ولو شغله صغيره جوا برنامجك افترضت انه هاي صح تخيل قديش شو نتائج البرق في السيستم تبعك صح؟ بتقتل واحد او اذا في طياره بتقتل مئات فما فيش مجال للخطا اطلاقا هلا كيف نعودكم على الدقه بدكم تنتبهوا من خلال هاي المحاضره مثلا من خلال هاي الماده بشكل عام انه اوعى تتسرع في الصح والخطا ولازم تتاكد وتفهم تتعود نفسك كيف تفهم ليه اتفقنا هذا هو سر او فلسفه او ليش نتعلم نمبر ثيوري مش بس عشان نعرف او نحفظ بعض الخصائص خلينا ندخل في اول سيكشن ونحاول نعمل الهدف نشوف كيف نثبت بس قبل ما نثبت لازم ندخل في شويه تعريف اول تعريف اللي هو الاود والايف شو هو الاود شو هو الاود نمبر وشو هو الايف نمبر يعني فرد شو يعني فرد يعني ترى كيف بنعرف الاود والايفن تعريفنا العلمي اللي بناء عليه احنا بنقرر انه شو هو الاود وشو هو الايفن نقول ان انتجر ان از ايفن اف اند اونلي اف ان بيساوي مجموع مضروب عددين انتجر مجموع اثنين يعني دبل سوري مش عددين عدد مرتين عدد مرتين equals twice some integer يعني ثلاث سيت ده اثنين ضرب ثلاثة مرتين 15 30 20 40 فأي شيء يكون اثنين ضرب شيء يكون بيكون اول اذا كان equals twice plus one يعني باللوجيك بنقول even معناته العدد n is even if there exists an integer k في عندنا there exists integer k في عندنا k بيكون k اي رقم ايش انتبهوا ايش ريال لا integer k is integer وانه بيكون n هو twice k يعني 2 ضرب k وبكون odd اذا كان 2k plus 1 هلا من هذا التعريف هاي احد تعريفات الاود والزام يلا 0
على فكره تحاوليش تعرف وتجربي هلا بناء على بناء على معلوماتك السابقه. حاولي تجاوبني بناء على التعريف اللي عندك. ناقص 301 اسكت. اذا عندنا A و B are integers في عندي 6A تربيع ضرب B هل هو even؟ 6A تربيع لاني باخذ 2 عامل مشترك وهذا كله بغض النظر هو بيطلع بالاخر كيف؟ مضبوط؟ فهو طيب عندي 10 A زائد 8 B زائد 1 هل هي قد؟ يعني ايوه وكأني بطلع 2 ضعف اي شيء جوا مش مهم اعرف شو هو بس المهم انه كيف انتج زي ما هل افري انتجر ايذر ايفن اور اود كل رقم انتجر هو يا ابن يا اود قلت لكم من هون طبعا مش تطلع على الرقم السابق اوكي بس نحاول هاي عباره عن خاصيه بنحاول نثبتها حسب معلوماتنا السابقه مش كل رقم حسب معلوماتنا السابقه لسه ما نقدرش نتاكد منها بس حسب التعريف صح ايه سوري كمان مره حسب معلوماتنا السابقه نعرف شو مش كل رقم ايفن ون لانه صفر مش كل صفر الصفر حكينا هون انه ايفن بس انه الصفر معلومات السابقه حسب معلوماتكم السابقه بعرف شو معلوماتكم السابقه حسب التعريف هاي بدها اثبات لسه ما فحصناش مباشرة انه هل هاي دائما بتعمل بيجي ورا بعض ولا لا؟ خلينا نحاول نثبتها بعد وهي شو هو العدد الاولي العدد المركب تعريف العدد الاولي العدد المركب انتبهوا انه انا شو كنا بنحاول نساوي احنا في هذا التشابتر في هذا السكشن اللي هو احنا بدنا نحكي عن البروتس نتعلم البروتس بس قبل ما هاي انتروداكشن هذا السكشن انتروداكشن قبل ما نتعلم البروتس بدنا نتعلم بعض التعريفات خاصه بالارقام فاول تعريف اخذناه الاود والايفن والتعريف الثاني البرايم والكومبوزيت نمبرز شو هو شو هو البرايم بنقول ان از ا برايم ان از ا برايم اف اند اونلي اف ان اكبر من واحد او اذا اكبر من واحد يعني حتى ما يساويش واحد هو دائما برايم بيكون اكبر من واحد فان بيكون برايم اذا كان اكبر من واحد and for all positive integers r and s وفي عندنا وفي رقمين دائما بيكون في رقمين عرفهم واحد اسمه r واحد اسمه s if n equal r ضرب s اذا بنقدر نحط n تلك مضروب عدد الانتجر وبكون واحد منهم هار او هار يساوي واحد بكون برايم فشو البرايم مضروب عددين واحد منهم واحد حكي لك في اول بوزيتيف يعني جميع الاعداد بتقدرش تطلع غير هار بلاد اس فور اول ما بتقدرش تطلع ايوه فيش غير مظبوط فور اول مش في سوري مظبوط كلامك انا بجوز انا ما كنتش دقيق فور اول بوزيتيف انتجرز يعني مش انه جيب لي عددين يعني مش كل ستة ما هي ستة ضرب واحد لا بقدرش اطلع هذا العدد الا بيكونش الا مضروب ايش؟
بكون ار دوت اس وبكون واحد من ار او اس يساوي واحد. هلا الان سوري الان بيكون كومبوزيت بيكون مركب اذا نقول ايه ان اكبر من واحد ام ان بيساوي ار دوت اس فور سم بوزيتيف انتجر سم بوزيتيف انتجر R and is what يعني اثنين ولا واحد منهم بيساوي واحد. خلينا نشوف جزء هاي بدي أسألها من التعريف. من بيقول إن برايم شو اللي برايم؟ هلا ركوا for all positive integers R and S يعني كل الأعداد البوزيتيف انتجرز الاعداد الموجبين اف ان بيساوي ار دوت اس اذا كانت ان بيساوي ار دوت اس معناته ار بيساوي ار بيساوي واحد اور اس بيساوي واحد وهون العدد المركب عشان نعرف نطلع العدد المركب اللي هو ان اللي هو ان يكون في عدد ان بوزيتيف انتجرز نحكي على بوزيتيف انتجرز ار و اس و اس ان بيساوي ار دوت اس ولا واحد لا ار ولا اس بيساوي يعني لما بعطيك عدد اذا بتقدر تجيب لي انه مضروب عددين بس ولا واحد منهم واحد اذا بتقدر تجيبها معناته بكون عدد ايش؟ مركب ليه؟ الواحد يلا هات المثال شوفوا الواحد لازم اكبر من واحد طيب is it true that greater than one is either prime or composite زي المرة الماضية نفحصها فيما بعد yes بس نفحصها فيما بعد طيب هلا خلينا لحد الان اخذنا تعريف البرايم الاود والايفل والبرايم والكومبوزيت منيح اليوم بدنا نشوف غير هذول التعريف هلا عم نتعلم البروفس بس كم ما تعرف البروفس نلاحظ ملاحظه انه معظم الجمل في الرياضيات نحكي في النمبر ثيوري كان بيريدن as universal or extensional state نقدر نكتبها بالفوكال او الدايركت سيستم مزبوط يا بتكون جمل فور اول يا جمل دايركت سيستم يعني اي تعميم مش احنا مش هاي تعميمات زي لما نقول لما نعطي في خصائص الاعداد مجموع عددين بيساوي كلها بالاخر بنكتب في جمل منطقيه before all او there exists مثلا بنقول there exists x تنتمي الى d such that qd مش مهم شو قد qd جزء طويل يعني q of x sorry هاي بس تكون جمله كبيره بس بدايتها ايه؟ x تنتمي there exists وهي او for all مزبوط؟ for all هيك بنكتب عادة الجملة هلا واحنا بنعرف لما احنا هلا نقول طب الاثبات لا معلش ندور احنا ان نثبت او ننفي معناته هاي الجمل المنطقية كمان مرة عشان اكون دقيق لما بعمل تعميمات او تخصيصات لها علاقه بالنمبر ثيوري في ملاحظه بتقول انه معظم هذه كلها معظم او كل هاي الجمل نقدر نكتبها بايش؟ بفور اول اوف ذا صح؟ هلا طب انا بدي انفي وبدي افحص صحه او خطا التعميمات اللي بحاول اعملها
يعني مثلا هاي تعميم every integer greater than 1 is either prime or even. تقدر تكتبوها بجملة منطقية، جملة فاضلة هاي صح؟ وهاي every integer either even or odd. تقدر تكتبوها لو بدنا نفحص هاي الجمل نكتبها before or or there exist. بالتالي بدنا نتعلم نشوف كيف لو ما بدنا نعمل approving أو disapproving لا جملها وجملها. هلا سؤال انت عشان اعمل بروفينج لا ذير اكزيست كيف بعمل عاده انا ذير اكزيست بعمل بروف ممكن تعمل بعد مثال واحد بتصحح بعدين مثال واحد بتصحح وين جابني زين يعني زي ما اقول في واحد في الصف لابس جزمه سوداء بس اجيب واحد بكفي اني اكون ايش اثبت هذا الاشي. طيب كيف بنفسح الجمله هاي كلهم انت كلهم ولا واحد كيف بنفسح انه في جملة اكستنشنال ستيتمنت زي اقول مثلا في واحد بالصف لابس جزمة سوداء كيف بدك تنفي اللي قلته؟ هي 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 كيف بدك تنفي؟ مو هو بصراحة جيب كاونتر لا كيف كاونتر اكزامبل بيجيك لواحد عشان انت بدك تثبت الكل بدك تعكس الجمله تثبت عكس الجمله ما في الجمله ولفت نفي شو اوكي انفي في واحد في الصف لابس جزمه سوداء هلا ننفي يعني ما بنقدرش نجيب ولا اكزامبل وننفي الجمله هاي شو بتصير هاي؟ شو يعني؟ ولا طالب لابس جزمه سوداء اذا اثبت صحيح هاي معناها صح؟ صح هلا هلا اذا قدر اذا شو بسوي هلا؟ بثبت صحيح اذا قدرت إذا هاي الجملة صحيحة إذا هاي الجملة قدرت أثبت إنها صحيحة كيف بدي أثبتها؟ يعني فيش تنطر إكزامبل إذا قدرت أجيب لهاي الجملة أثبت إنها صحيحة يعني فيش تنطر إكزامبل شوي بس شو معناته؟ بكون عملت ديسابروف طيب كيف؟ بتكون عملت ديسابروف يعني إذا ولا واحد لابس جملة صحيحة، إذا واحد ولا واحد لابس جزمة سوداء بجيب واحد لابس جزمة سوداء بكون عملت ديسابروف بتكون عملت ديسابروف بعدين بتجيب كاونتر إكزامبل لها بس دوري على واحد حالي وحدي لابس جزمة سوداء لأنها عمالة فيك يعني شو محمد كل طب هاي الجملة الأساسية شو بتقول؟ في طالب يوجد طالب واحد يلبس أسود هاي الجملة الأصلية يوجد طالب واحد يلبس أسود هلا أنت بدك تعمل تسعة بروفات بثبت صحة النفي تاعها. انت بدك تثبت خطأها. شو خط يعني ايش اللي معك خطأها؟ انه ولا واحد لابس ولا واحد لابس اسود. هيك بتكوني بس كيف بدك تحكي؟ بدك تروحي عليهم طالب 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 تفحصيهم؟ طيب هلا الحل
ان فيها كل الطلاب ولا واحد لابس جزء ولا واحد لابس اسود. هلا اذا اذا كيف بدك تثبت هلا لا بتخطا هاي الجمله صح؟ اذا اذا انت المطلوب منك هلا اذا بتقدر تثبت هاي الجمله تثبت صحتها اذا قدرت تثبت صحه العكس اذا قدرت تثبت صحه العكس معناته اللي فوق ايش؟ صح معناته هاي الجمله صح اذا قدرت تثبتها. المهم هاي هاي بتصير فور اول خلص تحولت لفور اول. ف نيجيت يعني ان في ذن دايركت جروب ليه؟ طيب جملة الفور اول كيف بقدر انفيها؟ انفيها كاونتر اكزامبل. طب كيف بقدر اثبتها؟ جميع خلينا نسميها هلا دايركت جروب. شو جميع بالمناسبة؟ نفحصهم واحد واحد ويل نفحصهم واحد واحد هلا بنشوف شو يعني مش شرط نفحصهم واحد واحد هذا هو بنتعلمه اليوم على دايركت جروب اللي بنتعلمه اليوم دايركت جروب بس قبل هيك شو يعني شو يعني كاونتر اكزامبل؟ لو عندي هذا التعليم في عندنا رقمين A و B هم ريال نمبرز A تربيع يساوي A B تربيع إذا كان A يساوي B يساوي B صحيحة؟ نقدر تثبتوها؟ اه نثبت خطأ نثبت خطأ جيب مثال واحد هاي مثلا هاي مثلا زي هيك يكشرها تنقرا في عندي A تربيع تساوي B تربيع كل عدد ما كيف تنقرأ قصدك لغويا؟ اذا تربيع تساوي تربيع اذا خليني اول شيء افهمك اياها بعدين بنتفق على ذلك. اي عددين طبيعيات؟ تربيع ايه سوري ريال نمبر اي عدد اذا كان تربيع الاول يساوي تربيع الثاني اذا مش اذا فقط اذا واحد إذا معناته الأول يساوي الأول يساوي الثاني خطأ معداد السالب هلا هاي اللي تسبرو باي كاونتر اكزامبل هاي من هاي كاونتر اكزامبل اتفقنا؟ طيب هلا نيجي لبروفين هون دايركت بروفز كنا كيف نعمل دايركت بروف؟ بدنا نروح نفحص نقول نفحص طالب لابس اسود ولا مش لابس اسود. طيب لو كنا كل الناس شعرهم احمر اي كل الناس شعرهم مش احمر اه شو كيف نجيبهم؟ كيف ندور؟ نمشي عليهم واحد واحد. طيب هاي مثال أنا بقول لك the majority of mathematical statements to be proved are universal يعني معظم الجمل اللي بدنا نثبتها هي مش هذول هن هم فور اول مظبوط؟ فبالتالي هاي هيك ان جنرال يعني الطريقة اني اروح افحص كل عنصر في الدومين نسميها method of exhaustion يعني او ثاني اللي هو زي كيف اخذنا في النيوميريشن شو يعني؟ نعدهم كلهم يعني تذكروا حتى في اللوجيك البروبوزيشنال اللي في البدايه فاليديتي اوف ارجيومنتس كنا نعمل انيوميريشن نحط كل تروث ثابت كل الحالات صح؟ هذا لو قلنا هذا مثال لو قلنا اي عدد موجب اذا كان ايفن واذا كان بين الاربعه والثلاثه يعني اقل او يساوي اربعه
اكبر او يساوي 4 او اقل او يساوي 30 then it can be the sum of two prime numbers. Then it can be a sum of two prime numbers. يعني ممكن يكون مجموع لعددين أوليين. شو رحت سويت أنا؟ حطيت كل حطيت بلشت 4 6 8 10 اللي هو بقول even 12 14 16 وجربت جربتهم كلهم اوكي بقول اوكي بس in most cases هذا الكلام مش عملي ولا منطقي ومش مش ممكن لانه مرات بدي اعمل تعميم الدومين تبعه الدومين مش ليميتد يعني مش 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 محدد مرات بكون على اعداد انفينيت نمبرز ها فكيف بدي انا اعمل بروف لتعميمات لاحظوا كل هذا الكلام تفهموش بس انتوا رياضيات حاولوا تفهموه بالحياه بالواقع يعني واحد بيعمل تعميم واحد بيعمل تعميم لما انت بدك تناقض تعميمه او تثبت صحه تعميمه بدك تفكر بهذا بهذا المنطق بالاثبات ها طيب هلا الحل ان ناخذ عنصر معين طريقه عشوائيه ونقيس عليه اللي هو بنسميها جينيريك بات بارتيكولار جينيريك بات بارتيكولار يعني عدد معين اي عنصر معين بس بزبط اي عنصر حطه براحته يعني عشوائي يعني بزبط ممكن نقول الاول ممكن الاخير بالنص الى الاخر to show that every element of a domain satisfies a certain property suppose x is a particular but arbitrarily chosen element of the domain and show هلا بعدين بتساوي show that x and show that x satisfies the domain يعني لما بقول كل الطلاب لابسين اسود مش لابسين اسود مش لابسين اسود بدي اخذ حدا او يعني الاثبات تبعي بدي اخذ واحد معين بس طريق عشوائي الواحد هذا واشوف اثبت انه بيزبط علي انه فعلا مش لابس اسود بس هذا الواحد هون السر هذا الواحد انه chosen arbitrary يعني لازم صفات تنطبق على جميع صفات ايوه لازم الصفات اللي بتاخذه هذا العنصر بيمثل كل بيمثل كل الحلقة يعني ناخذ اكس مثلا بنقول اكس از اني نمبر كان بي اني نمبر طيب عشان نكون اكثر دقة عشان لما تيجي تعمل دايركت بروف اول شيء شو بتساوي انا بعطيك جملة هلا بنتدرب عليها لما بعطيك جملة بقول لك مجموع كل عددين موجبة زوجيات تطلع زوجة هلا هاي الجملة هي لسه مش فورمال هاي حكي عام اول شيء بتساوي شو اكسبريسيت ان هيك ها اكتبها بالفور اول اتفقنا اتفقنا بدك توصل بدك لازم تعمل فور اول يعني مش لما تسمع جملة بس تروح تثبتها مباشرة اول اشي عشان تتأكد من فهمه لازم تكتب الجملة بهاي الصيغة بعدين start with the hypothesis بتقول هلا اوكي ما دام هلا صارت هيك سبوز انه عندي بي then I want to show Q
بتساوي كذا. في عندنا مثال، هذا هو نفس المثال اللي هذا المثال. Prove that the sum of any two even integers is zero. شو الله ايش نسوي؟ لا تعميم هذا هل بدك تثبت؟ انا اللي قاعد بعلمكم فيه كمان مره كيف تثبتوا تعميمات، كيف تثبتوا بروبرتيز للارقام او بشكل عام بالحياه نفس الشيء.